اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من برنامج الهوم ورك اوتس مع الكوتش مصطفى والبيبي منصور. قبل ما نبتدي تمرينه النهارده هنجاوب على سؤال الحلقه اللي فاتت لكل الاهالي اللي كانوا عايزين يشغلوا اولادهم معانا ويعينوهم معانا في التيم. احب اقول لكم ان باب التقديم قفل، بس ابعتوا لنا بروفايل بتاع عيالكم على الخاص واحنا هنحطهم على الويتنج ليست. وعشان طلب الجماهير كلهم كانوا عايزين فول بادي ورك اوت، النهارده هوريكم تمرينه التاير فليب مع البيبي منصور. يلا يا منصور، الطاير فليب بيتعمل كده، تمسكه من بصه، يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة